حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أهل الدار. مثل ما أنتم شايفين حولي صور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله وثراه. وفي هذا الصدد طبعا نحن على مشارف الانتهاء من عام زايد. ضيفنا اليوم مميز كالعادة. في عام زايد نستقبل الشخص اللي قضى حياته في الاهتمام بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والموروث الإماراتي والشعبي، وأيضا اهتم بتأريخ حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد. رحبوا معاي مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الإعلامي علي المزروعي. حياكم الله مشاهدينا في القسم الأول من برنامج وحلقة أهل الدار. الحين بنتكلم عن السيرة الذاتية لسعادة الأستاذ والإعلامي علي المزروعي. مساك الله بالخير. يا مرحبا. في بداية حلقتنا الله يحفظك. طبعا في بداية الحديث نبغي نتعرف على سيرتك الذاتية، حياة الطفولة، المدرسة اللي درست فيها، الحارة أو الفريج اللي ترعرعت فيه. والله أنا أول شيء درست الله سلمك مدرسة سيف الدولة. نعم. سيف الدولة أنا أعتبرها هذه المدرسة ليس مدرسة، أنا أعتبرها جامعة. نعم. بمعنى الكلمة كانت كمبنى يعني ما شاء الله في مرافق يعني ما تحصله في جامعات في وقتنا هذا. نعم. كانوا فيها في هذه المدرسة أعضاء هيئة التدريس ومدرسين أفاضل مربين قبل ما يكونوا يعني أصحاب علم. كانوا عمالقة في التربية الفنية، التربية الموسيقية، في التربية الرياضية. نذكر من هاي المدرسين الأفاضل أستاذ فاروق خالد، هو أستاذ حسنين درس التربية الرياضية، وأستاذ فؤاد درس الموسيقى. كانوا ما شاء الله عمالقة في كل مجال. كان يوم يصير حفل ختام الأنشطة نسوي كنا يعني مثل ما تقول ألعاب رياضية، تقول أولمبية الحين. نعم. نشوف الأولمبيات. نعم. شيء كبير. خلينا نسترجع وياك طبعا أصدقاء الدراسة، إذا تذكرهم هل تلتقي معاهم إلى الآن؟ هل في تواصل معاك وياهم؟ طبعا الأصدقاء لا يزالوا يعني في القلب، نتواصل وياهم ونلتقي بين أسبوع أسبوعين نلتقي. نعم. مرة يعني استضيفهم عندي في البيت، مرة نستضيف نكون بيت الدكتور خالد الملا، يعني هذا من الناس مقربين. مرة بيت سلطان سيف السماحي. نعم. أبو سيف طبعا هذا يعني مثل ما تقول جيل عشنا مع بعض وطلعنا مع بعض وهذا، والحمد لله نلتقي بين فترة وفترة يعني. خلينا حتى عندنا ملتقى ثقافي كل شهر شهرين النظمة. ما شاء الله تجتمعون 20-30 واحد نجتمع تكون فيه مسابقات ثقافية فيه. تجتمعون مع بعض. نعم. يعني بصورة متكررة. نعم. الحمد لله. خلينا نسترجع وياك فريجكم، وين كان في الفجيرة؟ وين أيام الطفولة قضيتها؟ أهم الألعاب اللي كنت تحب تلعبها ودائما تتذكرها مع أصدقاء الطفولة. أول ساكنين عند قصر، خلف قصر صاحب سمو حاكم الفجيرة الشرقي، المجلس الشرقي، وهذا نعم مدينة الفجيرة عند الجامع. مرة عند جامع الفجيرة، جامع صاحب السمو أو جامع الفجيرة. نعم. بعدين انتقلنا طال عمرك إلى منطقة صفد، يسموه صفد، اللي عند حديقة العائلات. نعم. حديقة السيدات. سيدات. نعم. من سوق الذهب. سوق الذهب. نعم. هنا كل فترة هاي من بداية السبعينيات يعني من 74-76 من 76 إلين 81 إلين 84 في المنطقة. بعدين انتقلنا إلى مضب من 82 أو 84 في مضب إلين 2001. 2002 انتقلنا في الفصيل. فأكثر فترة العمر قضيتها في مدينة منطقة تسموها صفد اللي هي عند. نعم. الحديقة، وكذلك منطقة مضب. وتعرف كنا نمارس كرة قدم،
البحر في البحر سير ويا الطلعات، وهذا كذلك يوم يطيح مطر ولا شيء تصير تدخل فيها البرك المائية، وهذه نسبح نلعب سموها القبة. نعم لعب شعبية نعم. نلعب لعبة التيلة، وفي طبعا اللي يفوز، وهذا هذه كانت حياتنا على سياكل نتسابق. ما شاء الله زين. كنت تفوز ولا؟ انا الحمد لله رب العالمين ما في دخلت مسابقة الا فزت حصلت جائزة. لازم تفوز الحمد لله رب العالمين. هاي لعبة بعد يعني خلينا نقول لليوم ما زالت موجودة السياكل. نعم. خلينا نرجع شوي ورا نقول لك اذا تمنيت ان يوم واحد يرجع لك من زمن الطيبين في الجيل الذهبي، اي يوم بتختار وين تحب انك تكون موجود فيه؟ سؤال صعب ادري ويحير، والايام كثيره والمواقف كثيره، اذا قالوا لك اختار يوم شو بتختار؟ وطبعا من العصر الذهبي، من قلت انت العصر الذهبي هذا هو يعني مثل ما تقول انت رجعت الى القلب. والعصر الذهبي في ايام حلوه لان الطفوله يعني عمر اكيد. ف يعني اذكر الله يسلمك هذا اليوم، يوم حفل التخريج اللي صار مؤسسة سيف الدولة سنة 76. قبل التخريج كان مسيرة اللي ظهرناها للشيخ زايد، دعم الشيخ زايد 76. وكنا احنا ننشد يا حمد سير سير واحنا معاك للتطوير، يعني وكنا ندعم الشيخ زايد. بعدها صار حفل الله يسلمك تخريج مثل الأولمبيات رياضية ألعاب كل الألعاب، وكانت مشاركة فيه كل مدارس المنطقة الشرقية. هذا اليوم أنا ما أنساه، كان يوم يعني أعتبر يعني خالد، وكان هذا اليوم شفنا فيه أول مرة أشوف يعني الشيخ حمد الله طول عمره جاي زيارة للمدرسة وحضر هذا الحفل. وأتذكر كان مع مرافق المستشار الديني الله يرحمه صبري زغلول. نعم. وكان موجود كان الله يرحمه بعد الشيخ عبد الكريم الشيحة. فهذا اليوم ما أنسى لأنه هذا كان حفل. نعم. صادف خروج الشعب حب الشيخ زايد وهتاف من الحب زايد ومن القلب كان هذا اليوم. وفي نفس الوقت التقينا بالشيخ حمد وتم طبعا خط جولة على المدرسة، وهذا يعني أول مرة يعني دخل بيننا يعني وشفناه فيس تو فيس. يعني أكيد كان شعور جدا جميل. إن شاء الله هذه الفرحة تتكرر عليك أستاذ علي، ولكن بعد أبغي تعطيني أبرز الملامح اللي كنت تعيشها بأجمل أيام الطفولة، أجمل الأيام الذهبية خلينا نقول اللي ما زالت في مخيلتك ودائما تتكرر بصورة يعني كثيرة، وتتمنى أنها ترجع بعد هاي الملامح. نعم. مع أصدقائك مع أو لعبة معينة كنت تحب تلعبها، خبرني عن طموحك. نعم. بعد قبل هاي طال عمرك بيوم نتكلم عن المدرسة، أنا أتمنى أن المدرسة ترجع مثل ما كانت هي صرح. نعم. وكل الأنشطة ترجع للمدرسة. ليش ما فيك منافسة؟ المنافسة بس اللي بالدراسة والتفوق. نعم. يا أخي كان عندنا هناك في المدرسة منافسة على مستوى الفنية، على مستوى الموسيقى، على مستوى الرياضة. صحيح. هناك تشجيع جوائز. في سنة 86 حصلت على جائزة أفضل كشاف على مستوى الدولة. نعم. كشاف المثالي وزارة التربية والتعليم، وتم تكريمي شهادة وجائزة. وكذلك فزت بجوائز في مؤسسة سيف الدولة. بس كانت المدرسة نور، فيها أنشطة على مستوى الموسيقى. دخلت في فرقة الموسيقى في المدرسة، دخلت في فرقة الرياضة مباريات سنة مباريات. نعم. المنطقة الشرقية خورف كان سنة كلب مدارس سيف العربي. نعم. كلبة سنة الخيل بن أحمد مدارس زيارات. كان في برامج زيارات إلين حديقة ألعاب الهيلي. نعم. إلين مؤسسات حكومية ومتاحف، وهذا هاي كنا في المدرسة كنا بعدنا طلبة. نعم. زرعت فينا الحب الزيارات وحب الدولة وحب المؤسسات من خلال هاي الزيارات. نعم. لأن هاي أوجدت الألفة. الشيخ زايد الله يرحمه، الله يرحمه طيب الله ترى، يوم أسست الدولة كان عنده بعض ضمن الأهداف لتقوية الاتحاد. نعم. ترسيخ في أبناء الوطن وبين الحكام، أول شيء بين الحكام بعدين أبناء الوطن، كان عنده مبدأ الزيارات. نعم. الزيارات بين الحكام والزيارات بين أبناء الوطن من خلال المؤسسات من خلال
التربيه والتعليم والمدارس وهذا، ان هاي تزيل الفوارق والحوايج وتولد الحب والألفة بين الشعب. اكيد 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 استاذ علي. طبعا نحن سعدنا في لقائنا الاول عن سيرتك الذاتيه في برنامج اهل الدار، مكملين حواراتنا، ولكن مشاهدينا بنروح لفاصل قصير، تريونا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، والحين بنتعرف على حياة الإعلامي علي المزروعي المهنية. مساك الله بالخير من جديد أستاذ علي. يا مرحبا بك، الله يحييك، الله يحيي فيكم في منزل حياة الوالد عبد الله المزروعي، واتمنى لكم ان شاء الله، اتمنى ان يكون برنامج شيق يعني للمشاهدين. تسلم يا طويل العمر. طبعا حابين في بداية حوارنا عن حياتك المهنية، تكلمنا عن بداياتك، أول منصب أو أول شغلة اشتغلتها متى كانت وشو كانت؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، خلال دراستي في المدرسة مدرسة سيف الدولة، أنا كنت فضل الله سبحانه وتعالى نشيط، أشارك في مجالس الطلاب، بعدين دخلت عضو في مجلس طلاب المنطقة الشرقية، بعدين دخلت عضو في مجلس طلاب الدولة مستوى الدولة، وكنت عضو فعال في الكشافة، جمعية كشافة الإمارات، وشاركت في أسبوع المرور مرتين، شاركت في مناسبات يوم الشجرة، شاركت الله يسلمك في طبعا مناسبات العيد الوطني، في العرض أول عرض كان 1991 بعد أزمة الخليج، طابور العرض العسكري، شاركت في أول بعثة شاركت فيها كان للحج، نعم، عضو بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات، كنت ثاني ثانوي، نعم، شاركت بمثل أني كنت كشاف في موسم الحج 1986. جميل جدا. بعد ما طبعا خلصت المدرسة اتجهت إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكان ميولي أني أدرس إعلام، والحمد لله توفقت ودخلت قسم الاتصال الجماهيري. ليش دخلت إعلام؟ والله الإعلام الله يسلمك تخصص داخل في كل مجالات الحياة، نعم، وداخل في مجالات العلوم الإنسانية، يعني ما في سياسة بدون إعلام. صحيح. الحين الإعلام يحرك السياسة. صحيح. الأزمات الحين تخلق من خلال الإعلام، الحروب تبدأ عن طريق التراشق أول شيء الإعلامي، الخطاب الإعلامي والكراهية، وهذا الإعلام الله يسلمك داخل في العلوم الإنسانية، في استقبال الضيوف، في المراسم، دراسة شخصيات الناس، تنظيم معارض، في الصحافة، في الإذاعة والتلفزيون، التواصل الاجتماعي، ففي كذا مجال، يعني يجمع من بين الفكر ومن بين العطاء أو الجهد أو التطبيق. نعم. بعد دراستك من جامعة الإمارات، بعد الانتهاء من تخصصك الاتصال الجماهيري، وين اتجهت وين رحلت في سفينتك؟ أول ما تخرجت الله سلمك تعينت في ديوان الأمير، ديوان صاحب سمو الشيخ حمد محمد الشرقي. نعم. عملت في الشؤون الإدارية، ما في مجال تخصصي، لأن كانت بداية تخرج يعني. نعم. تقريبا عملت مدة عام، وبعد ذلك انتقلت إلى مدينة أبوظبي العاصمة الحبيبة. نعم. وتعين في مركز إمارات الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وخلال وجودي طبعا في هذه المؤسسة البحثية الثقافية العلمية الراقية، نعم، انتقلت كذا قسم، هنا عملت أول شيء في قسم الإعلام، نعم، بعدين عملت في قسم التسويق والتوزيع، نعم، بعدين عملت شؤون إدارية، عملت في المؤتمرات، فكسبت كذا خبرة من خلال انتقالي في هالتخصصات. ومن خلال وجودي في المركز شاركت تقريبا في 14 معرض للكتاب على مستوى دول الخليج والدول العربية، وكذلك
شاركت في تنظيم مؤتمرات على مستوى نعم في مؤتمرات يسموها مؤتمر العامة والرئيسي ومؤتمرات البترول نعم. كان ينظم المركز وكنت أنا عضو في فرق العمل اللي تنظم المؤتمر. بعدها طبعا انتقلت إلى العمل للقوات المسلحة بمهن مختلفة. بديت في الإعلام كمحرر في مجلة درع الوطن. بعدين هذا سنة كم؟ هذا 2003. 2003 نعم. 2003 و2004 و2005 تقريبا ثلاث سنين محرر في مجلة درع الوطن. بعدين صار عندي هنا كذا تخصص في مجالات مختلفة حتى تقريبا 2017. بعد 2017 اتجهت إلى إدارة الأعمال وإدارة المعارض والإدارة يعني الإدارة الشخصية مثل ما تقولوا يعني نعم. في الحياة والاهتمام بالتنظيم المعارض وكذلك الأرشفة. نعم الأرشفة هذه نعم. اللي يعني أعطتك خبرة أنك تستلم الرسالة من أبوك اللي هو يعد من المؤرخين نعم. والباحثين في التراث الإماراتي الله يرحمه، سلمك هذه الراية وهذه الرسالة. كيف تسلمتها وكيف واجهتها وعملت بها؟ يعني طبعا الوالد عبد الله احمد المزروعي الله يرحمه الله يرحمه كان مدرسه في التراث، وبدينا وياه الله يسلمك نكسب هاي الخبره من خلال الذهاب معاه الى رحلات البحر نعم. الينا او عملنا معاه في القارب. الوالد كان الله يرحمه عنده قارب، اول قارب شيوعي اسمه الشيوعي شواف مسمينه في الفجيره نعم. الوحيد اللي كان في الفجيره ويسوي رحلات بحريه غير الصيد، وهذا أي ضيف كان لإمارة الفجيرة من إعلاميين من ممثلين فنانين مثل دريد لحام مثل نعم. عادل الإمام وشخصيات سياسية زارت إمارة الفجيرة، كان القارب الوحيد اللي تركب يسير مثلا يأخذ جولة بحرية كانوا في قارب حياة أبوي الله يرحمه الله يرحمه. ومن خلال الوالد رحلات الصيد إحنا كنا تعلمنا من عملية الصبر وعملية يعني بذل الجهد والمثابرة نعم. وعقب ما يرجع الوالد من رحلات البحر والصيد وهذا احنا نجلس وياه في البيت مثلا نشوفه ما شاء الله عليه يصنع قوارب يصنع هذا يعني يمارس هوايته نعم زين ويصنع اشياء تراثيه. فبعد ما الوالد الله يرحمه الله تقاعد من عمل وزاره الزراعه والثروه السمكيه اتجه للتراث وتعين في بلديه الفجيره واشرف على انشاء قريه الفجيره للتراث. فكل أعمال التراث الوالد يعني ساهم فيها بدعم بجهد بتوفيرها، وليس قرية الفجيرة للتراث، حياة الوالد عبد الله ساهم في دعم الله يسلمك أيام الشارقة التراثية بمقتنيات من الموروث الشعبي والتراثي، وكذلك قرية نادي تراث الإمارات قرية الشيخ زايد الله يرحمه القديمة السابقة اللي كانت عند مركز المعارض صحيح. ساهم الوالد بدعمها، كذلك نادي تراث الإمارات، وساهم الوالد في المراحل في مهرجان التسوق مراحل الدورات الأولى لدبي نعم. في مهرجان التسوق دبي أربع دورات ساهم الوالد في مهرجان التراث اللي كان يقيم في منطقة الشندقة. فكنا نشارك ويا الوالد في سباق التجديف، حضرنا في كاسر الأمواج في أبوظبي نعم. سباق 81 82 أذكر كانت عندي كاميرا صغيرة خطة وياي، وطلع الشيخ زايد الله يرحمه من المنصة في مثل المجلس من الدور الثاني وسلم علينا. صورته وكانت هاي أول كاميرا أقتنيها نعم. سنة 81 كاميرا تجارية يعني مو بهذيك يعني مثل اللي جودتها عالية ولا لا، وصورت لكن احتفظ بالصورة صورة الشيخ زايد ومسلم على 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 المشاركين في السباق نعم. واحتفظ بهاي الصورة. فاكتسبنا هاي الخبرة طبعا من خلال الموروث اللي ورث حياة الوالد وترك لنا، وحياة الوالد قبل ما يتوفى الله يرحمه حول كل المواد التراثية اللي كان يملكها حولها لحكومة الفجيرة، أهداها لسيد صاحب سمو الشيخ حمد محمد الشرقي ولحكومة الفجيرة. قال ليش أنا أترك أو دعها يعني أتركها في المستودع أو أتركها في البيت أو شيء، منو بيستفيد منها؟ فخلى
فئات كثيرة من الشباب والجيل إنه يستفيد من هذه صحيح. هذه المواد وهذا، فهي الحين موجودة في وين؟ في قرية التراث في البتيرة. نعم. فأنا طبعًا أشارك في بعض المعارض اللي أدعي لها طبعًا تراثية أو معارض إعلامية. عندي الحمد لله رب العالمين هاي موهبة تنظيم المعارض. أذكر أول معرض نظمناه في جامعة الإمارات سنة 90 عن منتجات الوطنية، كان بمناسبة العيد الوطني. شاركت ثاني معرض في بلدية العين كان عن العيد الوطني. شاركت أنا زايد، دخلت بعنوان زايد صاحب المواقف أو راعي رجل المواقف. نعم. 91 تقريبا. بعدين شاركنا نظمت معرضين في الكويت سنة 92 ومعرض سنة 94. شاهدنا أستاذ علي في عام زايد عام 2018 العديد من المبادرات الحكومية والخاصة، زخرت العديد من المبادرات بجماليتها، بجمالية تفاعلها مع الجمهور الكثير يعني، والعديد من أطياف المجتمع شاركوا في هذا العام بالعديد من الإنجازات والمبادرات اللي حبوا يقدموها في عام زايد، ولكن نحن على مشارف الانتهاء من عام زايد. أنت برأيك وتقييمك، هل هذه المبادرات ستنتهي كاسم فقط، ولا إنما الإنجازات والمبادرات تمتد من عام زايد إلى كل من يحب هذا الشخص المغفور له بإذن الله طيب الله ثراه من أعمال النيرة وأعمال الطيبة؟ الله سلمك. زايد أعماله خالدة وتشهد له في كل مكان، في دولة الإمارات، في الوطن العربي، في الدول الإسلامية، في العالم. نعم. فليش زايد يوم نحتفي، يوم نحتفل فيه أو سنة أو صحيح. عام زايد خالد في قلوبنا، وزايد هو قدوتنا صحيح، وزايد هو يعني باني هذا الوطن، فكيف ننساه يعني؟ أكيد هذا مستحيل. الشيء الثاني طال عمرك، انا بهاي المناسبه انا احب اني اتقدم بالشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله الله يحفظه، قائد لعلي القوات المسلحه حفظه الله ورعاه، على توجيهه باختيار هذا العام. نعم. وتكريما لصاحب الايادي البيضاء. نعم. وتكريما لمؤسس هذا الوطن الكبير. اكيد. بمناسبه مئويته، شكرا طويل العمر، شكرا شيخ خليفه على هذا الاختيار. وكذلك احب اني اشكر سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، على توجيه الحكومه والمؤسسات الحكوميه الاتحاديه وكذلك المؤسسات المحليه. نعم. ب يعني ابراز هذا الدور عام زايد على مستوى المؤسسات، على مستوى يعني الحكوميه والمؤسسات الخاصه، وعلى مستوى جمعيات النفع العام، على مستوى السفارات، على مستوى الناقلات، يعني مستوى الرياضة، مستوى نعم. كل المجالات. فهذا طبعا دعم وأعطى كل هاي المؤسسات الزخم في أنها تبدي كل ما لديها فعلا. نعم. وشفنا شاهدنا هاي الأنشطة منتشرة على مستوى الدولة في كل المجالات، ما في نشاط خلع عن من معرض أو قصيدة أو مثلا مشاركة في هذا العام. نعم. والشاهد طبعا انتم كمؤسسة إعلامية شاهدتوا كل هذا التفاعل في جميع قنوات تلفزيونات الدولة. صحيح. وليس يعني شيء غريب انه شيء او انه شيء اضيف انا شيء جديد. صحيح. هذا من الواقع. بالمناسبة أستاذ علي، طبعا انا ادري انه نحن مشارفين على الانتهاء من عام زايد، ولكن شعار عام زايد انا حبيت البسه في آخر حلقة من برنامج أهل الدار الموسم الأول علشان أستمتع باللحظة في هذا الشعار اللي دائما نوضعه وسام على صدورنا نحن اللي نفخر بإنجازات هذا الرجل الحكيم اللي أعماله النيرة والطيبة امتدت على مر التاريخ إلى جميع دول العالم. شيخ زايد رحمة الله عليه ما بنوفي حقه لو تكلمنا عنه كثير، ولكن أنت شخصياً يعني خلينا نقول رصدت بعض الملامح أو الومضات أو الكتابات لمواقف الشيخ زايد، خبرني عن هذه القصة. أنا قبل ما أخبرك عن هذه القصة، أنت تكلمت عن الشعار وهذا، أنا بكلمك عن حب الشيخ زايد الزراعة. صحيح. فالمكان هذا مكان الشيخ اللي يحب الشيخ زايد، يحب الزراعة ويحب الطيور ويحب يعني البهائم ويحب يعني هاي الإنسانية اللي في الشيخ زايد. نعم.
فيحب الطبيعه تحب الطبيعه وهو كان حريص على الزراعه. وهي الصوره الخلف خلفك هاي صوره وسط الزراعه وفي النخيل وراء خلفه فعلا. فاحنا وسط النخيل اللي كان النخله هاي مباركه اللي كان يحب الشيخ زايد كان يشرف عليها من الزراعه من البذره الين ما تثمر كان يتابع الشيخ زايد. ف تقول لي عن موضوع عم زايد شعار عم زايد شعار عم زايد الشعار هذا بيبقى ليس لعام قلت لك انا سيبقى طال عمرك الين ابد الدهر اكيد. مواقف طبعا الشيخ زايد هناك في هناك الله يسلمك مواقف الشيخ زايد او الخالده نعم وهنا قصص الشيخ زايد الخالده. مواقف الشيخ زايد الخالده اول موقف قبل اتحاد الامارات هو توحيد قبائل دوله الامارات وخاصه قبيله ياس قبائل ياس نعم. في ابو ظبي والعين هاي الصعب توحد من احزاب ممكن عن طريق الاحزاب وهذا ممكن توحد لكن اذا عندك بلد تعتمد على القبيله النظام القبلي من الصعب ان توحد القبيله فعلا. الشيخ زايد قدر خلال فتره وجوده في العين في العين من 46 الى عام 66 65 انزين ان يوحد هذه القبائل. بعد ما وحد هذه القبائل الشيخ زايد طيب الله ثراه انتقل الى العاصمه ابو ظبي كان حلمه توحيد دوله الامارات صحيح. ف 71 وحد دولة الإمارات وتحقق الحلم صار حلم الشيخ زايد كبير انتقل إلى الجزيرة العربية وجمع قادة دول الخليج في مدينة أبوظبي تاريخ 21/5 أو ماي 1981 في العاصمة الحبيبة أبوظبي في أول قمة خليجية نعم. الشيخ زايد كان حلم الوحدة على مستوى الأمة العربية والاتحاد. مواقف الخالدة للشيخ زايد على مستوى الأمة العربية والخالدة دعم قوات الردع العربي في لبنان مشاركة في حرب أكتوبر 73 باستخدام النفط وكلمة الشهيرة أن النفط أو البترول ليس أغلى من الدم العربي أكيد. الشيخ زايد دعم عودة مصر إلى الصف العربي 89. الشيخ زايد دعم تحرير الكويت سنة 1990 وموقفه كان واضح وصارم نعم. الشيخ زايد دعم كل قضايا الأمة الإسلامية صحيح. البوسنة والهرسك كوسوفو ألبانيا صحيح. مواضيع كانت شائكة في هاي الدول نعم. لم يتم حلها إلا عن طريق الشيخ زايد وطرح قضايا في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة نعم. وأشرفت دولة الإمارات من خلال القوات المسلحة بإنشاء المرافق الأساسية في هاي الدول ألبانيا نعم. كوسوفو والبوسنة والهرسك وتوحيد هاي الشعوب ونثر المحبة بينها صحيح. الشيخ زايد دعم أفغانستان مشاريع باكستان أنا أتكلم مش دعم بناء أو فلوس أو لا نعم. دعم قبائل توحيد فعلاً القبائل فعلاً صلح بينهم ونشر الركائز الأساسية نعم. لنشر ثقافة التسامح نعم. نحن مقبلين على عام التسامح نعم. هذه الرؤية الثاقبة نعم. اللي موجودة في يعني كانت مخيلة المغفور لها بإذن الله الشيخ زايد هذه المواقف الخالدة نعم. القصص الخالدة للشيخ زايد نعم. بتكلم عن قصص طال عمرك. أول قصة هي يوم وحد القبائل في العين وحدهم على شو على الماي أقام أول شيء على الماي إن الماي هذا حق أو شريان لكل الناس نعم. كان هو يحفر يساهم كان يساعدهم يوقف معاهم في العمل في حفر الأفلاج في العين كان بهاي الطريقة بهاي الأسلوب وحد الناس سأل على الرزق على الأكل على المشرب وكل هالسبب حبوا الشيخ زايد. الموقف الثاني موقف الشيخ زايد الأخير اللي انتشر على وسائل الإعلام نعم. والتواصل الاجتماعي عن مع الشيخ متولي الشعراوي كيف استقبله شو قمة التواضع الشيخ زايد عندما قال لي مفروض أنا أزورك أنت مريض ما أنت تزورني ومسكه ودخله وقعد نعم. يجلس وياه جلس مع الشيخ متولي الشعراوي لما رجع مصر التقى بجماعة هناك في الأزهر وفي الأوقاف نعم. وزارة الأوقاف المصرية وقال أنا خسرت 10 سنوات من عمري. قالوا ليش فضيلة الشيخ متولي الشعراوي؟ قال لأن كان الشيخ زايد يدعوني أن أكون من ضيوفه سنوات العشر سنوات الماضية وكنت أنا ما أحضر أعتذر لأسباب نعم. ما كنت أتوقع قمة بهاي الشيخ زايد بهالقمة من التواضع والخصال الحميدة والطيبة وتكريم العلماء نعم. هذا موقف. موقف الثالث أنا الله يسلمك زرت سويسرا ونزلت في فندق يسموه فندق هيلتون لوغا وفي في الخلف في مساحه براحه وفي مطاعم
فقعدت في مطعم صاحبه هندي فطلبت، فأنا أكل شوت الطيور وهذا، فأقطع الخبز وهذا وأرمي على للطيور والطيور تأكل. فجاني الهندي راعي المطعم قال لي أنت من الإمارات، فقلت له كيف عرفت؟ قال إن الشيخ زايد جانا من حوالي 15 سنوات وشاف الطيور هذه وأمر إن مدة 20 سنة أنا أرمي الخبز هذه أقطعها وأرمي للطيور. دفع ما أدري كم ألف دولار للصاحب المطعم عساس يرمي هذا الخبز أو يعطي هذا الخبز يقدمه للطيور كغذاء وهذا. نعم. شوف المواقف الإنسانية. موقف الشيخ زايد كذلك الله يرحمه في زيارته الأخيرة إلى المارينا وقصر الإمارات ومسجد الشيخ زايد. نعم. جمعوا حواليه ناس يصير مع الشيخ زايد عند المارينا، في واحد مصري كان واقف بعيد ما جاي يسلم على الشيخ زايد، فالشيخ زايد أشر عليه قال تعال. جاء المصري قال لي أنت ليش ما سلمت عليه؟ كل الناس يسلم عليه. قال يا طويل العمر يا شيخ زايد، أنت على عيني وراسي، أنا أحبك حب لكن أنا عندي القلب وناصحني الدكتور أني ما تقرب منك أو ما تقرب في الزحمة. نعم. فأمر الشيخ زايد أنه يودوه ألمانيا لعلاج قلبه. شافه السفير هناك قال أنت منو سوي لك واسطة وصلك؟ قال أنا الشيخ زايد. في الموقف هذا عند مركز المارينا مول كاسر الأمواج شافني. نعم. وقلت لي قصتي وأمر أني أتعالج في ألمانيا. هاي مواقف الشيخ زايد هذه خالدة. نعم. لا تتكرر. وإذا وفي قصص كثيرة ما نقدر نقول على السريع. قصة النبق هذا إحنا ناكله. نعم. النبق. نعم. ناكله ونرميه. نعم. الشيخ زايد الله يرحمه في ليلة أمر واحد من الحرس يجمع كل هذا النبق في كرتون. نعم. كرتونين، وقال بكرة سارين غياثي، راح غياثي. نعم. هم مستغربين ليش الشيخ زايد جمع هذا النبق حنا نرميه وهذا. الشيخ زايد نزل الله يرحمه والعصا في إيده، كان يمشي خطوة ويضرب العصا وقال ارموا حبة ارموا، فكان يرميه هناك للزراعة. نعم. قال الشيخ زايد هذا بينبت طبعا بتطلع شجرة. نعم. بيأكل منها الإنسان، بيأكل منها الطير. أكيد أكيد. بيعيش بيدرة حتى الإنسان. أكيد. والحيوان والبهيمة. أكيد. هذه الرؤية الثاقبة هذه إنسان الشيخ زايد اللي كان دائما ينظر لها، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله أثره. طبعا نحن مستانسين مع حواراتنا معاك في برنامج أهل الدار. في ختامية الفقرة المهنية لحياتك بنروح فاصل أعزائي المشاهدين وراجعين لكم، خليكم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، والحين بنكمل طريقنا في حلقة أهل الدار مع الإعلامي علي المزروعي. مساك الله بالخير من جديد أستاذي. مساك الله بالنور وأهلا فيك وأهلا بالمشاهدين الكرام. نحن حاليا شاكرين لك طبعا استضافتك في مجلس بيتك. نتكلم في هذا البارت من حلقة أهل الدار عن الحياة العائلية. خلينا نبتدي معاك من حياة أمك وأبوك، تربيتك، الأشياء الجميلة اللي اكتسبتها من أبوك، الأشياء الجميلة اللي تذكرها ونصائح من أمك. نعم. طبعا الوالدين مدرسة في كل شيء. نعم. والإسلام حثنا على برهم في سورة لقمان، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكل يعرفه، من أحق بصحبتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. نعم. فأكيد هي الأم والأب مدرسة. إحنا نتمنى حقيقة من خلال هالمنبر أنه في الوقت عصرنا هذا تكون الأم والأب يكونوا مدرسة. صح. للجيل، لا يقولوا والله المشاكل من التربية ومن التعليم ومن وزارة الداخلية ومن هذا. لا، أنت أول ربة ابدأ في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أسرته في بيته، أهل بيته، وبعدين خرج برا الدعوة. نعم. فأنت في بيتك أول شيء تعلم الأم والأب تكون مدرسة للأبناء. نعم. النصح والإرشاد وتوفير الحياة الكريمة ويكونوا هم القدوة الحسنة. فحياة الوالد الله يرحمه، الله يرحمه، كان قدوة حسنة في العمل، أول شيء في العبادة حريص، كان يحثنا على ممارسة الفريضة والصلاة والصوم وكذلك صلة الرحم. أكيد.
احنا عندنا عمومتنا اهلنا اكثرهم في راس الخيمه، فكان كل وحياه جدتي ام ابوي كانت في راس الخيمه، كل جمعه ياخذنا نزور جدتي ويدنا وكذلك يزور اخوانه. فهذا يعني زرعوا فينا بر الوالدين التواصل. كذلك الوالد الله يرحمه كان يشتغل بجهد، كان يبذل جهد في البحر، في يوم كان عنده محمل وفي الصيد كنا نسير معاه. فهذه والدتي عندنا العمل والجهد والاعتماد على النفس. نعم. وكذلك حببنا في التراث، حببنا في شيوخنا، دائما يحثنا. نعم. الله يرحمه يعني زيارة أصحاب السمو الشيوخ، السلام عليهم في الأعياد، وشجعوا أولادكم أنهم يزوروهم، لأن مجالس الشيوخ مثل ما وصى الشيخ زايد الله يرحمه المجلس يعني يعتبر مدرسة تتربي نشأ، تتعلم منها القيم والعادات والتقاليد. حياة الوالدة الله يرحمها كانت إنسانة اجتماعية مع جيرانها، وتتواصل مع يعني الناس بشكل عام، وكان دائما يذكرولها جميلها بالتواصل والصلح بين الناس الأسر يعني كان بينهم قطاع وهذا. نعم. كانت هي تصلح بينهم، وكانت إنسانة يعني كريمة في العطاء، خاصة في شهر رمضان. يعني أذكر مواقفها الله يرحمها، إذا جاء رمضان قبل رمضان بأسبوع كانت تشتري أغراض من السوبر ماركت وهذا، وتوصل في سيارة مع الوالد الله يرحمه، يدور على بعض الأسر اليتيمة والفقيرة وبعض الأيتام، يوزع عليهم روشنا مال الشهر الكريم. أكيد. فهذه الأشياء يعني الحمد لله تعلمت منهم أنا وإخواني العطاء في شهر الخير والتواصل مع الأيتام والجيران وهذا. الحمد لله رب العالمين. هذه القيم والأخلاق النبيلة اللي غرسها فيك أبوك وأيضا الوالدة، أنت حاليا كيف تعامل أبنائك؟ كيف خضيت هذا النهج السليم عشان توصل هذه الرسالة لأبنائك؟ وهاي الرسالة تنتقل من جيل إلى جيل. إذا نشأ الطفل وأبوه وأمه موفرين له العيشة الكريمة من مسكن ومن راحة بال والمحافظة على صحته، تأكد أن الولد باشر بينشئ يكون يعني بيكون بذرة طيبة. أكيد. وإنسان صالح وبيعطي. لكن إذا شخص يسرى خلافات بينها لا قدر الله، وكذلك عطائهم أو الصرف الأب على الأبناء أقل، ممكن هو يصرف على أي شيء، لكن يوم يوم يقول والله صرف على أولادك ولا أهل بيتك تهرب من المسؤولية. صحيح. هذا شو بتكون رد فعل هذا الابن في المجتمع؟ شو بيكون؟ أنت تحرم الطفل من أساسيات. نعم. الحياة. نعم. من واجبات الدين والإسلام والقرآن نصح إن ده تكون أنتوا الأبواء يعني تكون قدوة للأبناء. فما نبخل. أنا الحمد لله رب العالمين أبنائي مثل الحمد لله ما تربيت في بيت طيب، وخلال والدي الله يرحمه وحياة أمي نفس هذا أطبقه على أبنائي. يعني الحمد لله رب العيشة الكريمة أهم شيء، أي شيء يطلبونه نقول لهم إن شاء الله، لكن في وقت المدرسة وقت الواجب خلاص أقولهم لا، يعني هناك في حدود. نعم. زين وقت الترفيه وقت البريك وقت هذا خلاص مارسوا قسم لهم الجدول. هي في جدول المدرسة، بعد المدرسة مثلا تراجع مثلا أو حد يساعدهم في الدراسة أو مثلا أنا ولا والدتهم أو مثلا إذا نكون مثلا ندرس أو حد يساعدهم. الشيء الثاني بعدين عندهم بريك يأخذوا راحتهم يلعبوا في البيت مثلا، أو نقول خلال الأسبوع يومين يكون في مول موديهم الألعاب عشان يتنشطوا شوية. فعلا. تعرف الرياضة بعد لها دور. صحيح. كل ما تأكل خاص الطفل ما عنده برنامج في المدرسة ضيق، فهي يرجع والوقت يمر بسرعة ويرقد، يعني الوقت اللي يقضيه على الفراش يسرع عنها. وكذلك في نقطة مهمة أنا صراحة الحمد لله ملتزم فيها هي النوم. يعني أنا أتمنى كل الأسر أنهم يعني يجعلوا النوم هذه شيء ركيزة أساسية عند أبنائهم، وأسلوب صحي لهم، إنه جعلنا الليلة لباسة والنهار معاشة. معاشة. نعم. الليل حق الرقادة، خلي الأبناء يرقدوا 12 ساعة بدل يرقد الطفل الساعة 12. في إحنا أطفال نشوفهم يتفاجئون الساعة 2 من الليل. صح والله. وعين ويلعبوا وهذا. أوكي. أنت إذا هذا فقد
صحة ونعمة النوم من طفله من صغره، فكيف يوم من يكبر صح يعني بيتعب في حياته، لأنه المؤثرات اللي تأثر على الضر، الأشياء الرئيسية اللي تنقص العمر والصحة هي عدم الراحة النوم والراحة. أكيد أكيد هذه أساسية، من غير بعدين التغذية بعدين الرياضة بعدين الله يسلمك هي الرحمة والتواصل والعطف. نعم. يكون بين الطرفين وبين الآباء والأمهات وبين يعطوها طبعا يحولها للأبناء. أكيد وين تطلع معاهم وين يحبون يروحون ويقولون لك يعني نبغي نسير هالمكان الفلاني أو مثلا نبغي نسافر أو نبغي شو طلباتهم كيف طريقة التعامل معاهم؟ خلينا نشوف سياستك في التعامل مع الأبناء. نعم السياسة طال عمرك أنا كل سنة في السفر يسيرون دولة، بس هم أكثر شيء ما شاء الله عليهم يعني يحبون أكثر شيء لندن. نعم ساروا السنة هذه أمريكا ويمردوا قال لا إحنا ما عيبتنا لندن، سارين قبل لبنان سار تركيا سار، لكن المدينة طول دول الخليج يحبوا في الخليج مثلا الكويت. نعم. في الإمارات يحبون دبي، طبعا يحبون دبي مول والسيتي ووك لأن هناك في ألعاب بعد، ويحبون طال عمرك أبوظبي دلما مول في ألعاب كذا كذا مكان في ألعاب يعني تنوع تزحلق اتصالات في أشياء كثيرة يعني في دلما مول، ويعتبر هو مول العائلة يعتبر أبوظبي مش دعاية يعني. بس أحيانا أنت أستاذ علي تحس أن في بعض من الأطفال أو الأبناء عنده طريقة يعني مش أقول محتال ولكن تحايل. نعم. يعني إذا صح التعبير يحاول إنه يقنعك. نعم. لا المكان هذا لازم أروح وما أعرف كيف لأن أنا مستانس في هالمكان. يعني أنا أقول باختصار 80% و 70% مغلوب اللي رغبتهم مغلوب مغلوب معناته أنت مسلم مسلم أمرك مسلم أمري، ولكن أنا أناور ب 25 أو 30 حسب ظروفي وحسب شو ظروفهم هم مثلا في عندهم امتحانات ما عندهم امتحانات فسد الوقارب، لكن في نفس الوقت ما زعلهم يعني لازم أجيب لهم هدية يعني ثقافة التعويض موجودة عندك. التعويض الحمد لله موجودة. نعم مثلا خلينا نتكلم عن بعد الأشياء الطريفة اللي أنت عشتها معاهم، الأشياء المضحكة مثلا، خلينا نتكلم عن إنجازاتهم هم، نظام المكافأة على الواجبات اللي مطلوبة منهم، كيف تكافئهم كيف تمنحهم القدر الكافي انهم يبدعون وينجزون مستقبلا. نعم انا اول طال عمرك في الواجبات وخاصة في طلبات العيد الوطني والمناسبات زين يعني اشتري لهم افضل اشياء، يعني يكون يوم يعني ابني ولا بنتي بس المدرسة ابى تكون هي متميزة في الكلاس من خلال مثلا الشالات من خلال اللباس من خلال حتى يعني مقدم اطباق عالية شعار علم الدولة وكميات كثيرة يعني سواء مدرسين او طلبة اللي عنده في الصف او يوزع على اعضاء التدريس خاصة في مناسبات العيد الوطني. في التدريس طبعا في المدارس طبعا يشد حيلهم لازم تجيب مثلا 90 فوق 80 زين على أساس أنت تحصل لك هدية نهاية الموسم، في هدايا من غير بين عيد ميلادهم في طبعا في عيد ميلادهم في هدية وحفل بسيط تسوي لهم، لكن نهاية العام مثلا دور لهم هدية مستوى بناء على رغبتهم وفي سفرة ويعني نعطيهم حافز كبير يعني في أنه السنة اللي بعدها يكونوا شد حيلهم أكثر. أكيد. بس أحاسبهم على بعض المواد اللي درجاتهم أقل أو شيء عشان إنهم يطوروا مستواهم وهذا. نعم طبعاً أستاذ علي الجدير بالذكر أن ختام الموسم الأول من برنامج أهل الدار ختام مسك معك أنت، وخاصة نحن في مجال الإعلام وضيفنا الأخير من الموسم الأول إعلامي. كلمة شكر تحب توجهها لكل من له الفضل عليك بوصولك إلى هذه المراتب العليا من الثقافة ومن الحياة الاجتماعية والحياة الرياضية، كلمة عرفان تحب تهديها لشخص وضع البصمة في حياتك؟ والله كذا أنا كلمة شكر أوجهها لكذا شخص لهم بصمة مب على علي حتى على البجيرة، طبعا الداعم الرئيسي للشباب في إمارة البجيرة سيدي صاحب سمو الشيخ حمد محمد الشركي الله طول في عمره، هو يعتبر هو
موجه رئيسي، أما على مستوى الدولة فهو أبونا الشيخ زايد الله يرحمه. أكيد أكيد. وأبو الجميع. نعم. وهو المدرسة واللي استقينا وارتوينا منه يعني. كذلك كان هناك شخصية كبيرة كثير تأثرت منها ولا أزال ولين حينها اللي بجري يفتقدوها، هو المغفور له الشيخ حمد بن سيف الشركي. الله يرحمه. الله يرحمه. كان ليس مجرد شيخ، كان مثل الأب ومثل الأخ، يوجهنا على كل صغيرة وكبيرة. أنا من ضمن الأنشطة اللي يعني اللي شجعني على إني أنا أمارس النشاط، كنت يومي عند ويا الوالد يسلم علي في الميلس، يقول الوالد يقول خلى علي شارك في هذا، نبى علي باكر في أسبوع المرور، نبى علي في هذا مجلس الطلاب. حتى مرة كان في موضوع يبوا ياخذوا رأي فيه، عن كان يسوي ديوان يسوي معسكر بيوت الشباب لطلاب ثانوية، فكانوا يبوا يلغوه ولا ما يلغوه، فقال خلني بنا أخذ رأي علي، طلبوا لي علي المساء، كان اجتماع مجلس الآباء. نعم. ويأتي من سلسلة في الدولة المساء الساعة 7:30 تقريبا في المكتبة، كان اجتماع وطلب رأي وبديت رأي. نعم. هذا طبعا إنسان إحنا افتقدناه وما ندعو له إلا بالرحمة. آمين. هي نعم. كان إنسان يعني يعرف الناس ويتعامل مع الناس، إنسان متواضع وإنسان وكريم وطيب، ومن كثير ما نتكلم مثل أبونا كان صراحة. أكيد أكيد أكيد. هذا نوجه له الشكر، كان له فضل كثير علي إني أكون يعني نشيط هنا في خاص في المرحلة الابتدائية، المرحلة الأولى من حياتي. أكيد أكيد. شكر تقدير كذلك نوجه له سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم. نعم. سليمان موسى الجاسم كان رئيس الديوان الأميري في إمارة الفجيرة. نعم. حقيقة هو يوم كان موجود في الديوان هو اللي أوجد التدريب الصيفي لطلاب المدارس في الشركات والمؤسسات الحكومية، كان هو الداعم. نعم. وكان يودي طلاب من المدرسة، يختاروا طلبة يودون وين؟ لندن يدرسوا إنجليزي مدة شهرين. نعم. وكان في يوم كان موجود في الديوان يوصلوا الصحف الإمارات إلى الدارسين في أمريكا، يجون من كل الإمارات يقروا صحف الإمارات، يقولون هذا الديوان الوحيد اللي وصل الجرائد كان هذا. يوم الحركة المسرحية كانت عند الدكتور سليمان، الثقافية كانت في الفجيرة. نعم. لها دور، وهذا أكيد. كثير يعني هذا الإنسان بعد افتقدناه. صحيح. من الناس يعني طبعا الحين اللي أثروا كذلك في إمارة الفجيرة وفي الحركة هذا هو سعادة محمد سيد الضنحاني، بعد طبعا لا ننسى دوره الثقافي في إمارة الفجيرة. أكيد أكيد. وهذه الناس طبعا اللي كان لهم دور كثير، من غير أبوي الله يرحمه، بعد ضمنه طبعا الوالد الله يرحمه كان له دور كبير في تنشئتي وهذا، وفي مدرسين. أكيد. أنا أشكر أكيد. كل مدرسين وأدعو لكل ميت ساهم بالعلم وبالمعرفة توصيل معلومة أو شيء، يعني أشكره على هذا. وكذلك إنسان له تأثير علي خلال وجودي في الجامعة، وجهني ودعمني. نعم. سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. نعم. كان رئيس الأعلى للجامعة، وزير التعليم العالي، رئيس الأعلى لجامعة الإمارات. نعم. فكان هو له دور كبير علي، انا اشكره من خلال هالبرنامج على دعمه ووقوفه معي في خلال الفتره الماضيه. اكيد نشكر كل اللي ذكرتهم من شخصيات ومن غير شخصيات ساهموا في وضع اللمحات الذهبيه في حياتك وهذه البصمات. استاذ علي المزروعي، طبعا شاكرين لك هذه الاستضافه في برنامج اهل الدار. ان شاء الله نلتقي معاك في لقاءات اخرى رياضيه او ثقافيه او اجتماعيه. سعدنا معاك وشكرا جزيلا على اللقاء. انا اسعد عنكم واتمنى لكم التوفيق، وبالعكس انتم اللي شرفتونا انا في البيت. هذا واجب يا طويل. زين. واشكر قناه الفجيره الفضائيه على تميزها، والداعم الرئيسي كذلك لهذه المؤسسه الاعلاميه سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. الله يحفظه. الله يحفظه إن شاء الله، وهو اللي ارتقى بالإعلام بهالمستوى. أكيد. أنا بترخص منك وسامحنا أستاذ علي على الصور. شرفتونا ونتمنى نشوفكم وقت ثاني. الله يحفظك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. مثل ما تعرفنا مشاهدينا على حياة الإعلامي علي المزروعي، تعرفنا على سيرته الذاتية وحياته المهنية وأيضا حياته العائلية. مثل ما سبقنا وأسلفنا، نحن على مشارف نهاية عام زايد عام 2018، ومقبلين أيضا على عام التسامح عام 2019 في دولة التسامح دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله طبعا تكون استأنستوا في حلقات برنامج أهل الدار في الموسم الأول. هذه هي نهاية
هذه الحلقات، ونتمنى موسم جديد مقبل على تسامح ومقبل على المزيد من الازدهار بإذن الله. تريوني في حلقة جديدة في الموسم الثاني وفي رعاية الله.